واحد امين. عايز اتكلم في موضوع تاني النهارده بعد الموضوع بتاع الكوميونيكيشن النهارده الصبح، بس كنت عايز الاول ايه نلخص موضوع التواصل ده الاول عشان اتاكد ان في حاجات معينه وصلت، مش عايزها تبقى ايه عايمه. قلنا التواصل هدفه ايه؟ هدف التواصل التفاهم المتبادل، الفهم الكامل المتبادل. فبالتالي في الكلام وفي الانصات، هدفي من الكلام وهدفي من الانصات ايه؟ ان اوصل المعلومه او المشاعر وان استقبلها صح. فاللي هيسمع المفروض يسمع بهدف ايه؟ مش قول اللي عندك وخلصني، لازم افهم. قول اللي عندك وخلصني يبقى ايه؟ هنعمل مشاكل، مش هيبقى حلو. الرفض الفهم بيخلي الانسان اللي قدامك يبقى مش عايز، يبقى حاسس ان انت مش قابله، مش عايزه على اي مستوى. وقلنا كمان في التواصل ان في تلات اطراف. ايه هما تلات اطراف؟ هما ايه؟ المرسل، المستقبل، والرساله. المرسل والمستقبل والرساله. المرسل بيشفر الرساله والمستقبل بيفك الشفره. طب الشفرة موجودة فين؟ الكلام هي الرسالة، لكن الشفرة بتاعتها هي ايه؟ الطريقة. الحاجات التانية اللي بره الرسالة، الطريقة بتاعت الوقفة، الطريقة بتاعت الكلام، التون، الصوت، النظرة، الحركة، الحاجة التانية اللي موجودة، الإيماءات. يبقى بالتالي في شفرة وأنا بفكها على حسب الشفرة. ايه تاني احنا قلنا عليه؟ قلنا في عوائق للارسال، وفي عوائق للاستقبال، وفي عوائق في القناه اللي بتمشي فيها الرساله. ايه عوائق الارسال؟ ان الانسان يكون عنده مشكله في اللغه، يكون عنده اكسنت، بيتكلم لغه مختلفه، والمستقبل كذا بيبقى عنده نفس المشكله. ايه تاني العوائق في القناه؟ احنا قلنا لا يفضل في التواصل الكويس اللي على مستوى عالي ان الانسان يستعمل ايه؟ التكست مسج او السيلفون. لو في حاجه مهمه يفضل ما تتقالش على التليفون وما تتقالش بالتكست مسج، يبقى وجها لوجه. ماشي؟ من الكلام اللي المفروض ما يتقالش. احنا لازم نتكلم مع بعض. ما ينفعش اقول احنا لازم نتكلم مع بعض، دي ما ينفعش. نقول ايه؟ انا محتاج نتكلم مع اكلم معاك. الحاجة التانية ان قلنا في الارسال، مشاكل الارسال والتشفير بتاعه، ان ما ينفعش ان اتكلم وفي ايدي ايه؟ تليفون، او في ايدي حاجة، او ان اكون بادي اي اشارة تقول ان انا مش عايز اتكلم. ماشي؟ اذا هتكلم لازم اسيب كل حاجة وابص للشخص في عينيه، ودي حاجة من الحاجات بتاعت الكالتشر الصعيدة عندنا في مصر، ما ينفعش يبص في عينين حد. لكن هنا لو ما بصش في عينين الشخص يبقى عيب. الصعيد اللي يبص في عينين الشخص وهو بيتكلم عيب، وهنا لما ما يبصش دوختونا. طب نبص ولا ما نبص؟ نبص ولا ما نبصش؟ فبرضه دي كالتشرال تبع البيئه يعني. حاجه ثانيه، من عوائق الإرسال العصبية، الغضب، القلق، الاحتياج، الجوع، كل دي ممكن الإنسان هو بيتكلم وهو عنده الحكاية دي ممكن يقول كلام بطريقة توري إنه غضبان أو زعلان أو إنه عيان. يوم المستقبل ياخد الإشارة، كل الناس هتشفرها كده، تفكها كده، إن الشفرة معناها إنه إيه؟ متضايق، وهو مش متضايق. طيب المستقبل كان يقود عنده مشكلة في السمع، يكون مشكلة عنده في اللغة، مش فاهم اللغة، وممكن يكون عنده مشكلة نفسية، هو في حاجة قلقاه فقاعد طول الوقت بيسمع هو ايه؟ مش مركز، في حاجة مشتتاه، تشتيت. وقلنا في استماع جيد، الاستماع الجيد قصده ايه تاني؟ الفهم. لو ما فهمش يفضل ورا الشخص لغاية لما ايه؟ يفهم، وما يجريش ان هو يرد لغاية لما ايه؟ يفهم. ده التواصل المظبوط. وقلنا ان في جمل ما ينفعش
تتقال، جمل خطر تتقال. لما يقول انت بتعصبني، انت بتضايقيني، انت بت 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 بتحبطني، انا اقول ايه احسن؟ لما تقول لما بتعمل كده انا بحس، لما بتعمل كده انا بحس. وقلنا يفضل انا محتاج، لان في ناس يقول لك مش محتاج، كلمه انا محتاج دي مش هتبقى حلوه، لان التركيز كله على انا. فاقول ايه رايك في كذا؟ مش يمكن افضل لما نعمل كذا؟ دي تبقى اسهل. في ايه تاني احنا قلناه في التواصل؟ المغفره، ركزنا على المغفره، ان الانسان عشان يتواصل لازم يعرف هو مين، ولما يتكلم يتكلم من وضع هو مين مش من الاخر. ما اقولش ايه ده شتمني، يبقى لازم انا اتعصب عشان اوريله ان انا ايه مش سهل، يبقى انا عايز اوريله ان انا مش سهل، يبقى انا مش سهل، او ان انا مش هفية، او ان انا ما اتكلش. طب هو مين قال ان انت تتكل، او ان انت هفية، او ان انت مش ان انت سهل؟ ما انا اللي قررت. ففي جوايا صوت تاني بيقول لي كده. لما يكون حد متعصب او متغاز هتواصل معاه ازاي؟ استحالة. لما يكون واحد في حالة غضب، احنا قلنا دي من المشاكل بتاعت التواصل، يبقى الابدأ الاول بايه؟ اهديه، انا اهديه، اوافق معاه على سبب الغضب، اقول له انت من حقك انك تغضب، فيبدا يهدى. زي ما مين عملت؟ زي لا ما كبرش مخ ابي جايل، تمام. وقلنا تاني كمان لما نحب ننتقد حد نعملها ايه؟ ساندويتش. الساندويتش فيه حاجه حلوه، حاجه حلوه، وبعدين حاجه مره، وبعدين حاجه حلوه. بقول له انت كويس لكن بس، انت كويس، انت كويس لكن بس، انت كويس. زي ما ربنا عمل في سفر الرؤيا لما كلم الكنائس وقال له انا عالم بتعبك وفقرك والى اخره والى اخره، وانك تعمل كذا وبتعمل كذا، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فانظر من اين سقطت وتب واعمل اعمال محبتك الاولى. وبعدين راح رجع في الاخر قال لكن عندك انك تبغض اعمال النقولين. يعني ابتدى بالمديح وراح للنقد، وبعد كده راح للمديح تاني، تمام. ده في التواصل. عايز اتكلم دلوقتي على، واتكلمنا على المغفرة، اتكلم على المحبة. والمحبة اللي احنا بندور عليها كلنا، انسان معمول مخلوق انه ينحب ويتحب ويحب. لما تدور جوه الانسان قوي كده جوه 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 هتلاقيه انه مخلوق. زي ما ابونا قال لما ربنا خلق الانسان، هو ربنا اللي قال ليس حسنا ان يكون ايه آدم وحده، ليس حسن يكون آدم وحده. فالإنسان مخلوق اجتماعي، ربنا خلقه عشان يكون في أسرة في مجتمع، إن يحب وإيه ويتحب، يحب ويتحب. ومن هنا يجي الشبع. انتبهوا عشان نقطة خطيرة جدا، الإنسان اللي مش حاسس بأنه بيحب وبيتحب عنده إحساس بالإيه بالجوع، تمام. حد من الناس قال طب لما كده القصة ليه في مشاكل كتيرة؟ ليه مشاكل كتيرة بين الأزواج والزوجات؟ ليه مشاكل كتيرة بين الأصحاب؟ مشاكل كتيرة في الكنائس وفي المجتمعات وفي النوادي؟ ليه دايما في خناقات بين الناس لو هي قصة كلها بيدوروا على المحبة؟ طب لما يعيشوش بسلام ويحبوا بعض وإيه ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات؟ هي جزء منها المس كوميونيكيشن، بس هو هنتكلم النهاردة على إزاي نتواصل بالمحبة، يعني بمعنى أصح أوصل الحب بتاعي إزاي. هنا بقى الراجل اللي عمل الدراسة دي اسمه جاري تشابمان، ممكن فيكم قرأ الكتاب بتاعه والبحث بتاعه، عمل عليها خد عليها بي اتش دي أظن، خد عليها دكتوراه. الرسالة بتاعته كانت كيف يعبر كل شخص في العالم عن المحبة بتاعته. اكتشف حاجة كبيرة جدا، اكتشف ان الناس بيعبروا عن الحب بطرق مختلفة. وقال لو الإنسان بيعبر عن الحب بتاعه بطريقة معينة ما بيقدرش يميز الحب إلا لما الشخص اللي قدامه يعامله بنفس الطريقة. فراح مسميها إيه؟ لغة، لغة الحب. بمعنى صح أنا لو بتكلم عربي ومعرفش غيره مش هفهم اللي قدامي غير لما يتكلم معايا بالإيه؟ أنا هتكلم عربي، يبقى أنا متوقع أن أنا أسمع إيه عشان أفهم. لو انا بتكلم صيني اتوقع اللي قدامي يتكلم ايه، والا لو اتكلم لغه تانية انا مش هفهمها، مش هتاثر فيا. فبالتالي لو انا المحبه بتاعتي لها تعبير معين انا بظهره، اتوقع ان مش هشبع ولا هفهم محبه لغايه لما الشخص الاخر ايه
يعملني يديني الحب بنفس الايه طريق. طب يا ترى كل الناس بتعبر عن المحبه، احنا بنتكلم كلمه محبه دي كبيره قوي، بتعبر عن المحبه بنفس الطريقه، هل بتتكلم بيتكلموا كلهم نفس اللغه؟ قال لا، لما درس الناس ودور وراهم في البحث بتاعه لقى ان الناس بيعبروا عن الحب بتاعهم بخمس طرق. خمسه ايه هما؟ قال لك في ناس يحب كلمات التشجيع، حد يقول لها انت جميلة، حد يقول له انت شاطر، حد يقول له انت الحاجة دي جميلة قوي فيك، انت كريم، انت خدوم. لما يتقال له الكلمة دي يحس ان الانسان اللي قدامه ايه بيحبه، ويحس كده ان هو ايه زي ما يكون اكل. تلاحظ ان الشخص ده عايش على كلمات التشجيع بيدور عليها. طيب والنوع الثاني؟ قالوا النوع الثاني الشخص اللي بيحب يقضي وقت يتكلم ويسمع في حالة تواصل على مستوى عالي جدا، ممكن تاخد منه شوية وقت، يعني ممكن يقعد نص ساعة ما يفرقش معاه الدنيا بتحصل فيها ايه، بس عايز يجيب كوباية قهوة كده ويقعد والشخص اللي قدامه قاعد قدامه وهما الاثنين بيبصوا لبعض وبايه بياخدوا ويدوا. قد يكونوا بيتكلموا في حاجات بسيطة، لكن مجرد ان الشخص التاني مديله انتباهه كله ده بيحسسه بالايه بالحب. طالما مديني انتباهه يبقى ايه، يبقى انا مهم، يبقى هو بيحبني، فيقوم يشبع. طيب حلو، الشخص ده دايما بيدور على وقت يقضيه مع الناس الايه القريبين منه، دور على وقت يقول لك انا نفسي اقضي معاك شويه وقت. طيب والتالت؟ قال التالت شخص بيفرح قوي وينتعش كده لما يجي له هديه، مش شرط تبقى غاليه، مجرد ان الشخص التاني افتكر ان يلاقي له ورده او كارت او سوفينير او كان مسافر وهو راجع من الدير لقى له حاجه في المكتبه اداها له، ياه قال لك فلان افتكرني يفكر فيا وانا مش موجود. هي النقطه دي، انا ما كنتش موجود قدامه لكن ايه خطرت على باله وفكر فيا وجاب لي حاجه. طيب مش لازم تبقى غاليه. حلو، الشخص ده دايما يتوقع من الناس اللي بيحبوه ايه هدايا. طيب والرابع؟ قال لك الرابع انا لا يفرق معاه الكلام ولا يفرق معاه الهدايا، اعمل لي اكله، اغسل لي هدمه، نمع الجزمه افرش السرير بتاعي، دور على الحاجه اللي انا محتاج اشتريها وقول لي انا خلاص انا اشتريتها لك وانا جاي من السوق، يبقى ايه اعمال ايه خدمه. لما تعمل له خدمه يحس انه ايه ان انت بتحبه ويفرح. بس ده حب مصلحه، ما كلهم حب مصلحه، كلهم مصلحه هو، بس ده بس هو لا يفرق معاك الكلام ولا يفرق معاه الوقت ولا يفرق معاه الهدايا، يفرق معاه الايه الحاجه العمليه اللي هو محتاجها، حاجه عمليه. يعني ايه؟ اشتغل، خد شغلي شويه، اعمل حاجه اللي انا اعملها. anyway. ده نمره كام؟ اربعه. نمره خمسه والاخير قال لك انا كل ده مش مشكله، المشكله بقى ان انت ايه تيجي كده في يوم من الايام تديني حضن. خلي بالكوا في الاخير ده اللي هو الجزء اللمسه الجسديه دي ملوش علاقه بالجنس، تبو ده ملوش علاقه بالجنس، ده ممكن يبقى طفل صغير، ممكن يبقى راجل، ممكن يبقى ست، doesn't matter. لكن هو يفرق معاه كتير جدا ان حد يمسك ايده كده يقول له انت عامل ايه النهارده، يطبطب على كتفه، واخد بالك، ياخده بالحضن، يبوسه. ماشي، الاعمال دي كلها تقول ان الشخص التاني قابله وبيحبه. انا لما بخش الفصل بتاع مدارس الاحد الصغير، من انا اول مره قريت الكتاب ده كنت لسه كاهن جديد، وبعدين دخلت فصل مدارس احد بتاع حضانه او يمكن بري سكول. اول ما دخلت الفصل اربع خمس عيال من الفصل راحوا قايمين من الكراسي بتاعتهم وجوم عايزين يدونا ابونا حضن، والباقي قاعد مكانه اتفرج سلاطين. بعدين لقيت اتنين كمان راحوا مطلعين لي ايه كروت مكتوب فيها اي لاف يو ابونا. وتلاتة تانيين اللي عايز يجيب لي مية واللي عايز عايز يعمل لي حاجة، اللي عايز يشيل مش عارف القربانة، اللي عايز يعمل ايه
عايز يعمل خدمه. فالحاجات دي كلها موجوده فين؟ في الاطفال من سن صغير. دي مش حاجه الواحد بيتعلمها، دي موجوده فيه. هنا بقى النقطه الخطيره اللي احنا مش لازم ننساها، اللي اللغه بتاعته اللي هي اللغه واحده من اللغات دي، لما يجي يقبلها هيقبل نفس الحاجه. معنى صح، اللي بيدي هدايا عشان اقول له ان انا بحبك لازم اعمل ايه؟ اديله هدايا. اللي بيسمع كلام، اللي بيقول كلام حلو عشان اقول له ان انا بحبك لازم يتقال له ايه؟ طب اعرف منين لغه الشخص؟ اعرفه منين؟ هقعد اجرب معاه، اجرب اديله هديه شويه وبعدين، ولا اعرفها منين؟ اشوفه هو لما بيعبر عن محبته بيقول ايه. يبقى اللغه اللي هو بيتكلمها، انا لو لقيت واحد في الشارع ماشي بيتكلم تشاينيز وعرفت انه تشاينيز ما كلموش عربي، مش هيفهم. فانا اشوف الاول هو ايه لما بيتكلم بيقول ايه. لا انا اقصد لما بيتكلم ازاي. يعني انا عارف اللغه الانجليزيه، لما اشوف واحد بيتكلم انجليزي وبحاول اتكلم معاه ما كلمش معاه عربي يبقى انا غلطان. فبالتالي يقولوا ايه في لغات المحبه، قد يكون لغه الزوج مثلا او لغه الصديق هي كلمات التشجيع، يحب يشجع فيا يقول لي كلام حلو. انا ما تفرقش معايا، انا تفرق معايا ادي هدايا، هو ما يفرقش معاه الهدايا. فهو يقول لي كلمات تشجيع وانا ادي له هدايا، ايه اللي هيحصل؟ لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده، ده حاسس ان ده ما بيحبوش وده حاسس ان ده ما بيحبوش. او لما الراجل ده قال ايه، قال انه اللغه بتاعه الهدايا بالذات احيانا الزوج ما بيفهمش، بس الست عندها لغه الهدايا مثلا، يوم يقعد يشتغل لمدة سنة عشان يحوش يجيب لها ايه؟ خاتم ألماز. يشتغل يجيب لها مثلا 5-7 آلاف دولار وروح مشتري حاجة واحدة، اقول لك ايه بس هي بتحب الهدايا، انا هجيب لها هدية 3-4 سنين مش هتجيب سيرة. فيروح يجيب خاتم الألماز ويتحسب بيوم واحد، هو قال لي بحبك امبارح كلفته 3-4 آلاف دولار. هي مستنية ايه؟ تاني. مستنية تاني، لان هو دي كده قال لها انا بحبك مرة واحدة، فهي عايزة ايه؟ مش فالسو، هو كان جاب لها باكو ورد ولا باكو لبان ولا اي حاجة، ما خد بالك كانت هتساوي بالظبط، كانت هتساوي الالمازة اللي جابها لها. فبالتالي اللغة دي مش معناها بالقيمة، المعنى بتاعها بالقيمة المعنوية بتاعتها مش بالقيمة المادية. فالعطية دي ما هياش مرة واحدة، هي مرات كتيرة لازم تحصل على فترات قريبة عشان الشخص يحس. لما بنعمل كده بنملى التانك بتاع المحبة، بنملاه، فالإنسان ما يحسش انه جعان. في نقطة خطيرة جدا، ان احنا بنظن ان كل الناس عندهم نفس التعبير بتاعي، كأن كلهم بيتكلموا اللغة بتاعتي، لكن الحقيقة هي ايه؟ لا لا، في التعامل بتاع ربنا مع الناس، ربنا بيتعامل مع الناس بكل هذه اللغات، بكل هذه اللغات. بيتعامل معانا بلغة الهدايا، بلغة الهدايا. لما من حين لآخر ربنا يدينا زيارة نعمة ويجينا كده ويدينا حاجة احنا مش مستغربين ليه ربنا عمل كده معايا، دي حاجة حلوة قوي. بيتعامل معانا بلغة الايه، الوقت الحلو او الكواليتي تايم، الوقت الكويس. لما الواحد يقعد كده في قعدة حلوة مع ربنا او يحضر قداس يطلع فرحان، يحسس انه قضى وقت مع ربنا. بيتعامل معانا بلغة الايه، كلمات التشجيع، ان يبعت حد خادم او ابونا او حاجة يقول لنا كلمة حلوة، او نلاقيها في كتاب مقدس، تفتح كتاب مقدس تلاقي كلام يشجعك يقول لك انت ايه مكرم عندي في عيني، يستجيب لك الرب في يوم شدتك، حاجات كده تشجعنا وتحس بيها، تحس ان الكلمة دي لمستني قوي. ربنا بيتعامل معانا بكل الطرق دي. هي بقى النقطة الخطيرة، ان احنا لازم نتعلم او نعرف احنا لغتنا ايه، كل واحد لغته ايه. لو عرفت انا لغتي ايه هعرف انا مطلوب من الشخص القريب، من الاشخاص القريبة مني. ودي احيانا الانسان حتى لو مش متجوز، يعني مثلا اذا عرفت ان انا عندي الحتة بتاعت الوقت، ان انا اقضي وقت، طب ما انا لو نزلت اخدم مع الناس وقعدت في وسطيهم وقضيت وقت معاهم في السؤال عليهم، طب مين اللي مستفيد؟ انا، لان حصل تواصل وعملنا وقت ايه. لما انزل لحد عيان، انزل لحد غلبان، انزل لحد
ودي بتديني انتعاش روحي جامد جدا، وابقى مش عارف هو ليه انا لما بعمل الحاجه دي انا بشبع. يبقى لابد انا عندي حته الايه الكويت. احيانا لما انزل اخدم، اوصل حد، اروح انظف في الكنيسه، اروح اعمل حاجه، انا بحس ان انا مبسوط. ليه؟ لان انا طلعت اللغه بتاعتي، عبرت عنها، وشاركت. لما اشوف حد تاني بيشترك معايا في الخدمه دي، احس ان ايه، كان انا اللي بتخدم. تمام. لما اروح اجيب هدايا لعيال في مدرسه الاحد، او لما اجيب هدايا في البيت واحس ان العيال مبسوطين وفرحانين، انا بحس ان انا فرحان كمان. لو انا عندي هذه الموهبه انا هفرح، هنبسط. لكن في نفس الوقت كمان لازم ادور على الناس القريبين مني في حياتي، واشوف هم يفرحوا ازاي، بدل ما انا بس اللي انا هعبر عن طريقتي بطريقتي انا، اشوف كمان الشخص اللي قدامي بيعبر عن طريقته ازاي. فدي النقطه بقى اللي انا عايز اوصل لها النهارده، ان في التواصل بالنسبه للمحبه لابد اعرف لغات الناس اللي حواليا. بيقال ان كل واحد فينا عنده لغه او اتنين او تلاته، نادر جدا اللي عنده اكتر من كده. هتلاقي نقطه منهم عاليه قوي، ونقطتين اوطى، والباقي تقريبا مفيش. فبالتالي انا لما بعبر عن نفسي بعبر بالطرق دول، لكن هل اعرف مثلا جوزي، عيالي، صحابي، ناسي بيعبروا ازاي؟ يبقى لازم ابتدي ادور ايه اعرفها ازاي. لو انا سالتكم كل واحد فيكم كده، انت او انت بتحبوا ايه، او بتعبروا عن محبتكم للناس ازاي، هتقولوا لي ايه؟ انا تقريبا اعرف بعضكم بيعبروا ازاي، اقدر اقول. لكن هل انتوا تعرفوا؟ اوكي. هو بقى الفكره كلها لما نعرف محبه بعض، هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها في الاخر. لما نعرف ازاي الواحد بيتكلم بالمحبه دي، علشان الانسان يعرف يشبع من المحبه لازم يستقبلها، لازم ياخدها. فلو الشخص ما خدهاش بيشعر بالجفاف، حس ان في حاجه ناقصه. ده يدعو للانسان اللي بجد بيحب. محبه ربنا بقى تيجي فين؟ محبه ربنا، محبه الالهيه. المحبه الالهيه تيجي ان الانسان يطلع من اللغه بتاعته اللي هو مرتاح فيها، ويبدا يتكلم لغه تانية هو مش مرتاح فيها، عشان خاطر مين؟ يبقى المحبه الالهيه ان الانسان يطلع من المكان اللي هو مرتاح فيه للمكان اللي مش مرتاح فيه، من اجل الشخص اللي بيحبه. وصلت؟ يعني انا مرتاح في ان انا بالتاتش، لكن جوزي ولا مراتي ما لهمش في التاتش، هي ليها في الايه، في الكواليتي تايم. وانا احب اتفرج على الكوره، احب اقعد على الفيسبوك، واتيفر. يبقى هعمل ايه لو انا بحبهم؟ هشيل الفيسبوك ده على جنب، وهكرس نفسي للخدمه دي. ايه الخدمه دي؟ ان انا اقعد اتكلم واخد ودي. كتير قوي نسمع من زوج ازواج يقول لك ايه، ابونا مع ما بتخلصش، عايزه تقعد تتكلم النهار كله. هي مش عايزه تقعد النهار كله لحاجه، هي لغايه دلوقتي مستنيه تاخد ساعه ساعتين معاك، ومن غير ايه، من غير تشويش. يعني ممكن انت بعد شويه تلاقي نفسك تروح مطلع التليفون مثلا، تبص على النتائج بتاعت المباراه، او تطلع التليفون تبص على التكست مسج. يبقى ده كواليتي تايم؟ ده مش كواليتي تايم. فهو حسبها، حسب اتحسب عليها، لكن هي اصلا ما خدتش حاجه، هي ما وصلهاش ان انت فعلا مركز معاها. فبالتالي انا ما عملتش اللي عليا قدام ربنا مقصر. ليه؟ لان دي مش حاجه بتشبعني، ولا افكر فيها انها شيء يعبر عن المحبه. لكن بالنسبه لي ان احنا ان انا جيف هير هاج اور سمثينج، ذس از ده التعبير بتاعي، ان انا ادي هاج، او ان ادي امسك ايدها، او اطبطب عليها زي ما هي ممكن المفروض تعمل معايا. والعكس صحيح، لو واحد عنده حته انه يقضي كواليتي تايم مع شخص، ده تعبير عن المحبه، والتاني مش 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 في دماغه قوي كده، لكن في دماغه الهدايا، يبقى لازم اطلع انا من مكاني واروح ادور على ايه، كل اسبوع كل اسبوعين اروح ادور لي على حاجه اجيبها تعبر عن الايه. يبقى هنا الجزء المسيحي، الجزء الالهي، هو نعمل ايه؟ ان نعمل الحاجه اللي ايه، ما تريحنيش بس تريح مين؟ الاخر. عشان كده القديس بولس في الرساله بتاعته يطلب كل واحد ما هو لايه، لقريبه للبنيان، ولا يطلب كل واحد ما هو لنفسه، بل يطلب ما هو لقريبه للبنيان. فلو انا اللغه بتاعتي مش زي لغه الناس اللي انا مسؤول عنهم، يبقى لازم انا اسيب الحاجه اللي انا، ودي بقولها للاهل،
لما يجي الأب ومعاه أولاده، الولد يحب يلعب إيه؟ كرة القدم الأمريكاني، أنا ماليش فيها. أو هو اتعلق قوي بالبيسبول وأنا ماليش فيه. طب هعمل إيه؟ هسيبه؟ هروح معاه أتعلم الحاجة اللي هو بيحبها وهقضي معاه وقت عشان يحس إن أنا إيه؟ بحبه. فكون الإنسان يخرج من نفسه ويعمل الحاجة اللي ترضي الآخر، ده عمل إلهي، لأن ربنا يسوع المسيح عمل كده، لأنه لم يطلب أن يرضي نفسه، بل إيه؟ طلب أن يرضي الله الآب، وطلب أن يرضينا إحنا عشان إحنا نرضى ونخش السماء. كان لابد هو يخرج بره نفسه. ماشي. يس. السؤال ده انا جبت على السؤال، جاوب عليه تاني. لما الواحد عايز يعرف انت اللغه بتاعته ايه، وراقبه هو بيعبر عن المحبه بتاعته. انا قبل ما ابتدي اتكلم مع شخص ابدا اسمع الاول ايه هو بيتكلم انهي لغه. ماشي. فقبل ما انا احاول اعبر عن المحبه باختراعي انا، اشوف الشخص التاني بيعبر عن محبته ازاي. بالتاكيد احنا قريبين من بعض، انا شفته دلوقتي كل الناس اللي اتكلمت معاهم عارفين الشخص التاني بيفرح بايه، عارفين. وفينا اللي عارف نفسه، فانا لما اعرف الشخص الثاني بيفرح بايه واهملها، دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ الترجمه بتاعتها ايه؟ ما بحبوش. بس انا بقول ان انا بحبه، لكن الحقيقه هي ان انا ايه؟ بجد ما بحبوش، لان عارف هو عايز ايه ومبعملوش. ولو انا مش عارف مشكله اكبر، لان انا حتى مش مهتم اعرف هو بيفرح بايه. النهاية بتكون ان الانسان بيبقى عيان وجعان للحب وهو مش عارف. دي خطيرة جدا. انسان يبقى في وسط الناس اللي المفروض بيحبوه وهيموت من الجوع. صعب قوي. الجوع الجسدي سهل، لكن الجوع للمحبة ايه؟ صعب جدا جدا. من اجل كده ربنا قال ليس جيد، ليس حسنا ان يكون ايه؟ ادم وحده. لانه مخلوق يحب وينحب، من شرط الزيجة. في العهد الجديد احنا دلوقتي عايشين في مجتمع النعم. نعم. هي اكتر حاجة اللي هي تاخد وقت هي الكواليتي تايم. بس هو انا هقول لك حاجة، الكواليتي تايم أحيانا الإنسان يبقى عنده طمع. ليه؟ هقول لك. عارفة العيل الجعان؟ هاتي عيل أو قطة أو كلب من الشارع جعان وحطي قدامه وليمة كبيرة قوي، ماشي، حلة ملوخية بالأرانب، يبقى هو في خياله إنه جعان جدا، هيعمل إيه؟ هاكلها كلها. لكن هو مش محتاجها كلها، هو محتاج طبق. فأنا بدي على قد الإيه؟ الاحتياج وبقف. يعني احيانا كتير لما اقعد اتكلم مع حد انا بعرف ان هو مش عايز مني حاجه، زي ما اتكلمنا في التواصل الصبح، عايز بس حد ايه؟ يسمعه. ما ده عايز يدور على كواليتي تايم، هو ده. فانا بعرف امتى بيخلص، انا باخد بالي بقى، ابتدي ان اعرف ان هو خلاص فعلا ايه. زي واحد كان بياكل بياكل بتراقبيه، بياكل بياكل، وبعدين ايه اللي حصل؟ شبع. الباقي ده كله ايه؟ تفاصيل. فانا مش هساعد على التفاصيل، ان هو مش محتاج كل ده، هو هيقعد وبعدين كمان يومين ثلاثه يمكن يحتاج تاني، كمان ثلاث اربع ايام يحتاج ثالث. فانا اللي بحدد ايه هنقف فين. ماشي. فلا هسيبه خالص ولا هديله كل اللي هو بيفكر فيه، لانه بيفكر فيه ده زياده عن اللي هو ايه محتاجه. لا، وي دونت جيف اب. بس نوقف في اللحظه، ما حدش هيزعل لما توقفي تقولي طب انا محتاجه ايه، ورايا حاجات لازم اعملها، خلاص. لكن انت تاكدي ان الانسان طالما حصل تواصل وانت اديتي انتباهك الكامل، خلاص. ماشي. فخلي برضو يبقى عندنا حاجه تانية ممكن نتكلم عليها، هي اسمها ايه؟ الحدود. لازم نتكلم على الحدود. يعني ايه الحدود؟ حتى في الزيجه ما ينفعش ان انا اكسر كل الحدود. في الزيجه مثلا حدود الاحترام لازم تتحفظ عليها. مش معنى ان انا بحب حد ان يقل ايه احترامي، او ان هو يعاملني بطريقه فيها ايه اهانه، يبقى محبه ايه دي؟ لو انا هتهان بسبب المحبه، المحبه ملهاش معنى، لان المحبه مبنيه على الاحترام.
ماشي، قبل المحبة في الاحترام، قبل ما ربنا يكلم شعب إسرائيل ويقول لهم إن أنا الرب إلهك إله واحد وتحاولوا تحفظوا الوصايا، خوفهم. الجبل كان بيرعد فرب موسى قال لهم ما تخافوش، ده ربنا جه بس عشان يزرع المخافة في قلبكم، فرق بين الخوف والمخافة، عمل لكم شوية رعب عشان خاطر تفهموا إن الكلام بتاعه كلام سيريس، وإنه لما يحبكم هيفرق معاكم المحبة دي، يقدر يحميكم، يقدر ياخد باله منكم. لكن من غير احترام يبقى في حدود حتى في الزيجة، إن الزوج والزوجة منهم بيحبوا بعض لكن ما يكسروش موضوع الإيه؟ الاحترام. مش جوزي أنا بيحبني وبيخاف عليا هناديه بأسامي مش كويسة، أو أنا هتري عليها طريقة مش كويسة، أو إن أنا أقول كلمة مش حلوة قدام الناس، كل ده لازم يفضل موجود، لألا الحب ما لهش معنى، مالوش قيمة. يبقى في حاجة اسمها الحدود. لما حد يبقى عايز كواليتي تايم، في حدود للكواليتي تايم. كواليتي تايم معناها إيه؟ مش أبدية. كواليتي تايم معناها تايم هيقف وهيخلص وهنا كمان زي الأكل. فبالتالي كل شيء له حدود، ما أقدرش أقول إن مفيش حدود، يبقى غلط. اللي يقول لا أنت ما بتحبنيش عشان انت ماسك عليا، مش عايز تحترم، مش عايزني اهزر معاك، لا في طريقه برضو للايه؟ للهزار طبعا، حتى غسيل المواعين. حتى غسيل المواعين يا نو بس لو انت بتعترف، لو بتعترف بانتظام ما يبقاش في غسيل مواعين بالكمين. anyway في حد ايوه ما هو ده برضو تبع الحدود، تبع الحدود. لما بنزيد عن الحد بيتقلب بحاجة تانية غلط، بنخش في أمراض بقى، مرض تاني، حاجات تانية. يعني ممكن العيل ما يقدرش يسيب أمه لأنه متعلقة بيه جدا، هي بتبقى مسكاه، فما يقدرش بقى، لا يقدر يتجوز ولا يقدر يروح يدرس ولا يقدر يروح في حتة، ويبقى مشلول زي واحد اتشل. أي حد بيتعلق بحد جامد جدا بيحصل، بيتحدد حريته، ما بيقدرش يتحرك، ما يقدرش يبقى نفسه، ما يقدرش يبقى يعيش هو نفسه، ايه طبيعته، ايه شكله، ايه هيطلع يبقى ايه. فاحيانا التعلق الجامد جدا برضو ده بيكسر الحدود، بيخلي الواحد حاجه تانية. واحيانا ما الواحد لما يبقى جعان للحب وبعدين يلاقيه مره واحده بيحصل ايه؟ بيمسك جامد، خاف لانه هيضيع، هرجع تاني للصحراء، هرجع تاني للايه، لحته اللي ما فيهاش محبه. ماشي. باي اسئله تانية او حاجه عايزين نضيفها؟